أمامك وحول موضوع الطالب العامي، فالالتماس منكم جميعا أن تستمعوا إلى خطبتي وشجعوني على عملي. أيها الإخوان، إن الله تبارك وتعالى بعث الأنبياء والمرسلين إلى هذا العالم لإخراج الناس من الظلمة الهالكة إلى النور الساطع. فأرسل الله تعالى السيد آدم عليه التحية من كل نبي، ثم أرسل النبي المصطفى وحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم في الآخر خاتما للنبيين والمرسلين، فأوحى الله تعالى إليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآية الكريمة تحتوي على لفظ القرآن. هذا أول لفظ للقرآن الذي نزل لهداية الإنسانية بأساسها وإرشاد الضالين الهالكين إلى الصراط السبيل المختار. يمكن لله القدير أن يذكر لفظا آخر: لفظ الإيمان بالله، لفظ الصلاة، لفظ الزكاة، لفظ الاعتراض عن الكفر في الرحمن والاجتناب عن الكذب والزنا. ولكن ذكر الله تعالى الكرام: فالرجل الذي الفتن يتوجب عليه ان يقف هنا ويتدبر الآية الكريمة. لما ذكر الله تعالى القرآن والقرآن: لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فأيها الطالب انصرف إلى القرآن، فأيها الطالب الوعي فكر في القرآن الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فكر في القرآن الذي هو دستور الحياة البشرية. هذا القرآن يشتمل على أول وحي، والقرآن العلم والتعلم. أيها الطالب انصرف إلى القرآن الذي هو يبلغ الناس دعوة الإبادة والولي الصالح، وقم بالعلم الصحيح والعمل الصالح المستقيم. أيها الإخوان، إن الله تبارك وتعالى يقول في التنزيل العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن الله تبارك وتعالى يسرح بأنه يرفع أهل العلم درجات بالغة في مراتب رفيعة. إن الله تعالى رفيع يحب أن يكون الإنسان رفيعا في مراتبه ودرجاته. لذلك أعلن الله تعالى بلسانه النبي الكريم والرؤوف الرحيم: تخلقوا بإخلاق الله. عندما حصل الرجل على العلم الصحيح فيرفع الله درجاته. هكذا يتخلق العبد بإخلاق الله، فيكون العبد خاضعا ورفيعا، فيكون العبد خاضعا لله ولدى الناس. ألا تعلمون أن النبي المبزل صلى الله تعالى عليه وسلم أوصح في خطوباته: إن الملائكة لا تدع أسلحتها لطالب العلم رضا بما صنع. إن الملائكة يختلفون عن الإنسان وأفراده. إن الإنسان يرتكب الذنوب والسيئات. إن الإنسان ينهمك في عدد من الذنوب والمعاصي. إن الإنسان يحتاج إلى تناول الطعام والشراب والتغوط، ولكن الملائكة لا يحتاجون إلى الدواء والغذاء. هم لا يفترقون إلى الماكل والمشارب. هم ليسوا بمحتاجين إلى ذرية البشرية. هم يذكرون الله تعالى في كل آية وحين. هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة الحاملون مثل هذه الميزات لا تدعوا أجنحتها لطالب العلم رداء بما صنع. سهل الله له طريقا إلى الجنة كما قال النبي المفخم صلى الله عليه وسلم. وبذا أختتم كلامي وآخر دعوانا الحمد لله. ما شاء الله.
يا رسول الله انت الذي من نورك البدر اقتسى يا رسول الله انت الذي من نورك البدر اقتسى والشمس مشرقه بنور بهاك والشمس مشرقه بنور بهاك يا ايها الاخوان ادعو الاخ محمد مصباح الحق الاشرفي نرجو منه ان يتفضل امامنا ويخطب بالعربيه الفصحى ان يخطب على موضوع الزكاه ادعو بالشعر محمد اشرف الاعراب والعجم محمد اشرف الاعراب والعجم محمد خير يمشي على قدم محمد خير يمشي على قدم الحمد لله الحمد لله الذي فرض الزكاة في أموال المسلمين الأغنياء والصلاة والسلام على الرسول الأعظم الذي علم طريق إخراج الزكاة في المال والغنم والممتلكات الأخرى قبل أن يأتي اليقين وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال الله تعالى في موطن آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم حضرت رئيس الحفلة المباركة شمس الشريعة وسادة الأجلاء وأساتذة الأعزاء وزملاء في الدروس والمستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إني أريد أن ألقي أمامكم كلمات عديدة حول موضع الزكاة في هذا الاجتماع الميمون فالالتماس منكم جميعا أن تسكتوا أثناء إلقاء الخطبة واعزموا على العمل بالصالحات إخواني في الله من الواضح البيان نحن نسكن في مجتمع في مكان واحد فنكسب الأموال ونقضي الحوائج وكل يوم ليلة فالاكتساء من المجتمع والقيام في مكان واحد أن يتعاون بعضنا بعضا ونتعاون حينا نحن نرى بعضا من الإخوان تصيبهم الأمراض الخطيرة وهم في حاجة إلى العلاج والدواء ولكن لا يجدون الأموال والروبيات للعلاج والدواء عندما نتعاون في مجتمعنا في مجتمع البشرية البدء والرخاء يسودان المجتمع والحيادة تصير مريحة ومستريحة لا نزيغ له هكذا نستريح في المجتمع ويستريح الآخرون أيضا في المجتمع الإنساني الإسلام مجتمع الإنساني عندما نتعاون في مجتمعنا في مجتمع البشرية البدء والرخاء يسودان المجتمع والحيادة تصير مريحة ومستريحة لا نزيغ له هكذا نستريح في المجتمع ويستريح الآخرون أيضا الإنسان يبذل الأموال والممتلكات في بعض الأحيان ويحصل على غرض خاص ولكن غرزه لا يجدي الإنسان نفعا في الحياة الآتية حياة الآخرة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على إنفاق الأموال في مصارف الخير رضوان الله عليهم أجمعين
على انفاق الاموال في مصارف الخير التي ستجدي نفعا في الدنيا وفي الاخره ان انفاق المال في سبل الخير يدفع البليات عن منفقه في الدنيا والاخره وفي الحقيقه الاسلام دين الهي وقانون رباني منسجم للتباع والعقل الانساني الاسلام يعرض نظاما للحياه الفرديه والجماعية لذلك أعطى الإسلام نظاما في كل مرحلة من مراحل حياة الإنسان في كل حقل من حقول الحياة البشرية لذلك أعطى الإسلام الإنسان يعرج أن المجتمع الإنساني مليء بالفقر والبؤس والناس يفتقرون إلى الأموال والأغذية والألبسة هم يقدمون أيديهم أمام الناس والناس للتسول هم يزلون ويحقرون أنفسهم أمام الناس والناس يجزرون والناس ينهرون هم لا يبالون بأحبال الفقراء والمساكين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله والله عليم حكيم السلام عليكم ورحمة ما شاء الله جيدا جدا يا أخي وبعد ذلك أدعو الأخ محمد عادل صابري نرجو منه أن يتفضل أمامنا ويخطب بالعربية الفصحى أن يخطب على موضوع فضيلة اللغة العربية وأهميتها وبعد ذلك الأخ محمد وجهت صابري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الكبير المتعال ذي العزة والكمال والجلال بيده مقاليد السماوات والأرض يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وإليه المرد والمآل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله عظيم السجايا كريم الخصال صلى الله وسلم بارك عليه وعلى أزواجه وصحبه والآل ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العلي العظيم أيها الحاضرون الكرام قبل أن أبدأ الحديث بعنواني فضيلة اللغة العربية وأهميتها صلوا على النبي الكريم وآله الطاهرين وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المؤمنين أتقدم إليكم بتحية خالصة نابعة من أعماق القلب للداعية الإسلامي مرشدي ومولاي الشيخ عمار أحمد الأحمدي الفاروقي الملقب بنجرميا مداس له النوراني مؤسس هذه الجامعة وللأساتذة الكرام وللمستمعين كلهم أجمعين أريد اليوم أن أتحدث إليكم عن فضيلة لغة القرآن المجيد أي اللغة العربية قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وفي آية أخرى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. رواه المستدرك وصاحب المعجم الكبير. أمة الإسلام، استمعوا لكلام هذا، أن اللغة العربية كلغة كانت لغة عالمية في العصر العباسي، وكانت العربية لغة تلك الحزارة التي ترجعت إليها الكتب من اليونانية والفارسية، وألف بها العلماء في الطب والهندسة والرياضيات والعلوم وغير ذلك. وحملت اللغة العربية تلك العلوم إلى أوروبا، وكانت أساس الحزارة الغربية الحديثة. مرت بالعرب بعد ذلك عصور من الضعف، ابتعدوا فيها عن دينهم وهجروا اللغة العربية الفصيحة واستعملوا اللهجات، ثم جاء الاستعمار فحارب الثقافة الإسلامية واللغة العربية الفصيحة. لكن اختلف الأمر اليوم، فضعفت اللهجات وقويت اللغة العربية الفصيحة بسبب التعليم ووسائل الاتصال الحديثة، وأصبحت العربية لغة عالمية مرة ثانية كالإنجليزية والفرنسية والإسبانية. أيها الإخوان، القرآن كتاب هذا الدين، ثم العربية لغة هذا الكتاب. وما عرف العالم قرآنا بغير العربية؟ إن ارتباك كتاب سماوي منزل بلغة بعينها كارتباك البلغة بعينها أمر لم نعرفه لغير هذا الدين ولغير تلك اللغة. وإذا كان غير القرآن من الكتب السماوية المقدسة كالإنجيل الذي ثم تحريفه قد ترجم إلى لغات كثيرة، وبقي عند أصحابه كتابا تعبديا مقدسا، فإن القرآن قرآن بلفظه ونسه لم يترجم ولا يمكن أن يترجم، وإن ترجمت إفكاره ومعانيه فهي لا تسمى قرآنا، ولا يصح أن تكون في الإسلام كتابا تعبديا، لأنه تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهكذا أوجد الإسلام ارتباقا بينه وبين اللغة العربية، وكان من أثر هذا الارتباق المبارك أن عادت على اللغة العربية جهود وثمرات لم يبذلها صحابها يوم بذلوها على خدمة لهذا الدين. وليس هنا مجال الحديث عن نشأة علوم العربية وارتباقها بخدمة الدين والقرآن. وفي الآخر أقول لكم أن كل ما ذكرته لكم هو بمثابة التمهيد، وهذه الكلمة البجيزة لن تستوعب الخدمات التي نهزت بها اللغة العربية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وفهما كاملا وطبعا زكيا ورزقا حلالا طيبا. وآخر دعوانا الحمد لله. السلام. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله في علمك يا أخي، بارك الله. وبعد ذلك الأخ محمد وجهت صابري، نرجو منه أن يتفضل أمامنا ويخطب بالعربية الفصحى، أن يخطب على موضوع دعوة الحق والدين. أدعو بالشعر الأخ: فإن من وجودك الدنيا وضروتها، يا رسول الله، فإن من وجودك الدنيا وضروتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن علومك علم اللوح والقلم. محترم حضرات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عزيم في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، حكيم في مقاديره وأحكامه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
ابتلي بالسراء فشكر وبالضراء فصبر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لقائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أيها الحاضرون الكرام أسعى أن ألقي عليكم خطبة ثمينة بعنوان ابتلاء الأنبياء والصالحين في دعوة الحق والدين أمام مدير الجامعية وأساتذتها بوسيلة دعائهم قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا معاشر المؤمنين فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم أمة الإسلام لم يجعل الله تعالى الدنيا مقرا داعما لعباده ولا دار نعيم لأوليائه ولكنه أرادها بحكمته دار ابتلاء واختبار يمحص عباده فيها بالبلايا ويختبرهم بالمحن والرزايا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وما من مؤمن بالله واليوم الآخر إلا كان له نصيب من الابتلاء كما أخبر بذلك رب الأرض والسماء فقال جل جلاله وتقدست أسماؤه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الابتلاء يكون على قدر الإعطاف عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه فقيها رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح فلذا كان الأنبياء عليهم السلام نعماهم فيه من البلاء أشرح الناس صدره وأكثرهم تفاعلا فخليل رب العالمين إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل وهذا كليم الله موسى عليه السلام حسر مع قومه بين بحر متلاكم وعدو غاش فقال أصحابه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين ولما فقد يعقوب عليه السلام أحب أبنائه إليه قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون وأما نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وقد بكر بطنه فقد لقي من البلاء ما لقي آذوه قومه وطردوه من بلده وتعامروا على قتله قال الله تعالى في القرآن المجيد وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فكان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس صبرا وأحسنهم بالله زنا في معركة أحد كسرت رباعيته وجره وجهه وسج رأسه فلم تزل دماؤه الزكية تسيل على وجهه الطاهر فجعل يثلت الدمع عنه يقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله متفق عليه وأصيب صلى الله عليه وسلم
يوم أحد في أصحابه وفي أعز الناس عليه وأقربهم إلى قلبه عمه حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وقد بكر بطنه وجودي أنفه ومثل به فدفن في سبح الجبل مع 70 رجلا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تمنى صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أريد أن أختم خطبتي بهذا الدعاء: أن الله تعالى أسبغ عليكم ثوب العافية في الدين والدنيا والآخرة من المصائب والابتلاء كلها، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. ما شاء الله يا صديقي، بلغ العلا بكماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. وبعد ذلك أدعو الأخ محمد دانش صابري، نرجو منه أن يتفضل أمامنا ويخطب بالعربية الفصحى، أن يخطب على موضوع مراحل التعليم. أدعو بالشعر: خلقت مبرأ من كل عيب يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، كأنك قد خلقت كما تشاء. محمد دانش الصابري. الحمد لله لخالق البرجات وواهب الأسجاد وغافر الذنوب والخطيات، الذي أغسل غسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله. صدق الله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي من وعليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعليه وسلم. حضرة رئيس الحفلة، شمس الشريعة وبدر الطريقة، المرشد العازم، العارف الكامل، الشاه عمار احمد احمدي المعروف، نجر ميا سجاد نشين بزاوية شيخ العالم علي الرحمة، وأساتذة الأعزاء، ويا أجوى الحاضرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أريد أن ألقي بين أيديكم خطبة أغبية يسيرة سهلة حول موزيع مراحل التعليم. للتعليم مراحل مختلفة يمر بها الطالب خلال دراسته، فإذا أنهى مرحلة تعليمية انتقل إلى المرحلة التي بعدها، وتتكون مراحل التعليم في كثير من الدول الأغبية من 4 مراحل: هي المرحلة الابتدائية، فالمرحلة المتوسطة، فالمرحلة الثانوية، ثم المرحلة الجامعية. وفي بعض البلاد الأغبية يلتحق التلاميذ قبل المدرسة الابتدائية بالحزانة، فالروضة، ثم التمهيدية. يلتحق التلاميذ بالمدرسة الابتدائية عادة في 6 من أعمارهم، وتبلغ سنوات الدراسة في المرحلة الابتدائية 6 سنوات، وتبلغ سنوات الدراسة في المرحلة المتوسطة 3 سنوات، وكذلك في المرحلة الثانوية. أما المرحلة الجامعية، وفي بعض البلاد الأغبية أما المرحلة الجامعية فتتراه بين 4 و6 سنوات. أيها الحاضرون، لم يكن المسجد في الماضي مكان عبادة فقط، بل كان مدرسة يتعلم فيها المسلمون القراءة والكتابة والقرآن وعلوم الشريعة واللغة والعلوم المختلفة، كما في المسجد النبي في المدينة المنورة ابتداءً. ثم أقيم الكتاب بجانب المسجد، وخصص لتعليم القراءة والكتابة والقرآن وشيء من علوم العربية.
قال كتاب يشبه المدغسة الابتدائية في عصرنا الحاضر وكان من الكثرة بحيث كان حراك نحن 300 كتاب في المدينة الواحدة وكان الكتاب الواحد يزم أحيانا 100 أو 1000 من الطلاب ثم قامت المدغسة بجانب الكتاب والمسجد وكانت الدغاسة فيها تشبه الدغاسة الثانوية والعالية في عصرنا الحاضر وكان التعليم فيها مجانا وكان التعليم فيها خاصا بطائفة من الناس بل كان يجلس في المدارس ابن الفقير بجانب ابن الغني وابن التاجر بجانب ابن الصانع والمزارع وكانت الدغاسة فيها قسمين قسما داخليا للغرباء أو الذين لا تساعدهم أحوالهم المادية على أن يعيشوا على نفقات آبائهم وقسما خارجيا لمن يريد أن يرجع في المساء إلى بيت أهله وكان الطعام يقدم مجانا للطالب في القسم الداخلي وفيه يعبد الله ويصالع وينام وبذلك كانت كل مدرسة تحتوي على مسجد وقاعة للدراسة وغرف لسكن الطلاب تسمى بالأروقة يسكنها الطلاب كل بلد بجانب واحد فهناك رواق للشاميين ورواق للمغاربة ورواق للأتراك ورواق للسودانيين وهكذا ولا يزال طلاب الأزهر حتى اليوم يأخذون أجرا على عملهم وبعد أن اتسعت الحزارة وبنيت المدارس أوقاف وجعل للمدارس فيها رواتب شهرية تختلف كثرة وقلة بحسب البلاد والمدرسة ولا بحسب المدارس ولكن على كل حال كانت كافية ليعيش المدرس حياة طيبة ولم يكن للتدريس إلا من شهد له الشيوخ بالكفاءة وقد كان النظام في أصل الإسلام أن يسمح الشيخ للتلميذ بالانفصال عن حلقة وإنشاء حلقة خاصة أو أن يهد برئاسة الحلقة إليه بعد وفاته وكانت المدارس أنواعا فمنها مدارس لتدريس القرآن الكريم وتفسيره وحفظه وقراءته ومنها مدارس للحديث خاصة ومنها وهي أكثرها مدارس للفقه فقد كان لكل مذهب فقهي مدارس خاصة به ومنها مدارس للطب ومنها وهي أكثرها مدارس للفقه فقد كان لكل مذهب فقهي مدارس خاصة به وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله الآن أدعو الأخ محمد حقيق صابري وبعده للخطابة الأخ محمد توحيد صابري وبعده للخطابة الاختتامية وكذلك إلى الأخير أشكر جميع الزملاء والشركاء في هذا الاحتفال الميمون من الابتداء إلى الانتهاء محمد وجهت صابري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي على ما أنعم الذي أوجد الأشياء من العدم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على حبيبه صاحب العرب والعجم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا صدق الله العلي العظيم أيها المؤمنون الحاذرون قبل أن أبدأ خطبتي بعنوان الترويح والمساح في الإسلام صلوا على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين والطاهرين اللهم رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أيها السامعون الكرام أنا ألقي عليكم كلاما وجيزا في التفريه والدين أي كيف يجوز التفريه والدين
ويثبت بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم فلهذا استمع كلام يفضل كثير من الناس التربيه خارج البيوت حيث يقضون الوقت في مخيمات ويختلف الوقت الذي يقضيه الناس في المخيمات فقد يكون ليلة واحدة وقد يكون عدة أسابيع ويختلف المكان فقد يكون على شاطئ البحر أو في البر أو في الغابة أو في الصحراء أو بين الجبال حيث الهواء النقي النفس الإنسانية تمل من الجد والعمل ويدخلها السآم من كثرة العمل لهذا تجيز تعليم الإسلام للإنسان أن يرويها عن نفسه من وقت لآخر باللهو المباح ويمارس من الأنشطة التربيحية المباح ما يعود عليه بالفوائد الجسمية والروحية والعقلية ويجدد نشاطه في الحياة ويدفعه إلى مزيد من العمل والعبادة ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقد كان يضحك ويمزح بالقول الصادق فقد قال له الصحابة رضوان الله عليهم إنك لتداعبنا فقال لهم عليه الصلاة والسلام إني لا أقول إلا حقا وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم إن امرأة عجوزا أنصارية جاءته تقول ادع الله أن يدخلني الجنة فقال لها يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز فأخذت المرأة تبكي فلما رأى ذلك منها تبسم وقال لها أما قرأت قول الله تعالى إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا وجاء رجل يطلب منه أن يتصدق عليه ببعير يركبه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إني حاملك على ولد الناقة فقال له الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أصنع بولد الناقة فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق فكان الصحابة رضي الله عنهم مع الجد والاجتهاد يتمازحون فيما بينهم ويروحون عن أنفسهم بممارسة بعض الأنشطة المباح ولم ينقص ذلك من قدارهم يقول علي بن أبي طالب إن القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكمة وجاز الإسلام من الأنشطة التربيحية ما يتفق مع قيمه وأخلاقه وآدابه ولم يجعل الهدف من ممارسة النشاط الترويحي شغل أوقات الفراغ بل جعل الهدف استثمار أوقات الفراغ ليجدد النشاط وليعين على الحياة أيها المسلمون ليس معنى إباحة الترويح أن تصبح الحياة كلها هسلة وأن تتغلب روح المرء على روح الجد وتضيع طبعا لذلك عناصر القوة ويتخلف المسلمون عن القيام بواجبهم ويقضى على عوامل المحبة والأخوة بينهم ويصبح المجتمع لاهيا عابثا فالحياة أغلى من أن تضيع في لهم عابث وتهدر في باطل لا خير من ورائه لذلك يجب أن يأخذ التربيه إلا قليلا من الوقت والجهد إن الإسلام عندما أباح الترويح بالمزاح والمداعبة لم يقصد بعض الأساليب المنتشرة في مجتمعاتنا المعاصرة التي تؤدي أحياناً إلى إيذاء الآخرين عن طريق السخرية منهم فالله سبحانه وتعالى ينهانا عن السخرية من الآخرين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما شاء الله جيدا جدا يا أخي الآن أدعو الأخ محمد توحيد الصابري نرجو منه أن يتفضل أمامنا ويخطب بالعربية الفصحى أن يخطب على موضوع الصلاة وأهميتها وكذلك إلى الأخير في الأخير أشكر جميع الزملاء والشركاء
في هذا الاحتفال الميمون من الابتداء إلى الانتهاء، ونعلن أن نختم سلسلة الخطابات العربية. أدعو الأخ محمد توحيد الصابري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. رئيس الحفلة المرشد العازم الشاه عمار أحمد أحمدي المعروف نيرميا، أيده الله تعالى بنصره العزيز. ويا أيها الحاضرون، إني أريد أن ألقي أمامكم مشاعري وأحاسيسي حول الصلاة وأهميتها، فالتمس منكم أن تستمعوا بغاية من الشوق والنشاط. يا إخواني في الدين، إن الصلاة لها أهمية كبيرة في دين الإسلام. إنها ربط وثيق بين الخالق والمخلوق، إنها أساس متين للدين الحنيف المبين، إنها حد فاصل بين الكفر والإسلام، إنها ملجأ الخاشعين ومأوى القانتين الساجدين، إنها تزيل الخبث وتنفي الفواحش، إنها وسيلة لنزول الخيرات وذريعة للبركات، إنها تروض النفوس وتنور القلوب وتحذب العقول، إنها تشعل نور الهدى ومصابيح الإيمان، إنها تعود القلوب للأفعال الحميدة والخصال الرفيعة، فتغض البصر وتنهى عن الفحشاء والمنكر، إنها تؤثر تأثيرا صالحا في قلوب المسلمين نفوسهم، ولها سيادة على الأفئدة الهاوية، ولها سلطان غالب على الإفكار التائهة، ولها زمام على الأرجاس الخلقية، ولها رئاسة جسيمة على الشهوات الباطلة الدنيئة، ولها منع قوي عن الشيطنة السائغة في العالم كله التي ليس لها علاج مؤثر عند الحكومات العالمية والقوانين النافذة الغالبة. يا إخواني، إنها تؤدي دوراً فعالاً في بناء المجتمع المثالي البناء، إنها تؤدي دوراً حقيقياً في تكوين الشخصية النبيلة، إنها تؤثر تأثيراً كبيراً في نشر النفحات الإيمانية، إنها تعلم الدرس الحقيقي للمساواة، فيقوم السيد مولاه والخادم والمخدوم في صف واحدٍ كما أشار إليه شاعر الشرق، في صف واحد قام محمود وأياس. يا أيها المؤمنون الحاضرون، إنها تهدي دورا فعالا في بناء المجتمع المثالي البناء، إنها تؤدي دورا حقيقيا في تكوين الشخصية النبيلة، إنها تتحدى الآلهة الباطلة والفراعنة الجابرة والطواغيت الباغية، ألا سجود إلا لله الواحد القهار، ألا ركوع إلا للواحد الجبار، ألا خشوع إلا للفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا إخواني في الدين، إنها معراج المؤمن، فهو يعرج بها من العالم المادي إلى العالم العلوي الصفصاف، وينتقل من الدار الدنيئة إلى دار الخلود والبقاء، ويتحرر من الآلهة المتفرقة إلى حضور القدس والجبروت،
ويفتخر ساجدا وبكاء ويقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وأقيموا الصلاة ولا تكونن من المشركين. يا إخواني البررة، بهذه الأهمية وبهذه الفوائد الغزيرة أدت الشريعة الإسلامية الغراء على الصلاة وأوضحت بأهميتها بأساليب متنوعة وطرائق متعددة، فقالت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وسبحوه بكرة وأصيلا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ووردت الأحاديث النبوية حول الصلاة كثرة كثيرة، فيرغب شفيعنا وحبيبنا فيقول قرة عيني في الصلاة، الصلاة معراج المؤمن فهو يعرج بها من العالم المادي إلى العالم العلوي الصفصاف. ووردت الأحاديث النبوية حول الصلاة كثرة كثيرة، فيرغب شفيعنا وحبيبنا فيقول قرة عيني في الصلاة، الصلاة معراج المؤمن فهو يعرج، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، من صلى البردين دخل الجنة، من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام. عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ عربی تقاریر تھی جو طلبہ جامعہ چشتیہ نے آپ کے سامنے پیش کی، اور یہ سلسلہ یہیں پر ختم ہو گیا. اب اردو تقریر کے لیے میں سب سے پہلے دعوت سخن دینا چاہتا ہوں اپنے بہت ہی عزیز ہمنشی کو، جن کا نام محمد رضا الحق صابری ہیں. وہ آئے اور ہم سامعین کے سامنے اپنا موضوع پیش کریں، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله، صدق الله المولى العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا، مدینہ کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سیدی ابرار و اخیار، شہنشاہ ذوالقار، رحمت للعالمین، طہٰ و یاسین، انیس بے قصا، چارہ ساز درد مندہ، کونین میں سب سے نرالے، سب سے انوکھے، دائی حلیمہ کے گود کے پالے، یعنی حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بار گاہ بے کسپنا میں جھوم جھوم کا درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے مقدس فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی اپنے آقا پر خوب خوب درود پڑھو اور خوب خوب سلام پڑھو جیسا کہ تمہارا سلام پڑھنے کا حق ہے. حضرات محترم، درود
شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے ذریعہ امتی اپنے رسول کا قرب حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کان نبی یوم القیامت اکثر علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا ہوگا۔ حضرات محترم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا در حقیقت اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنا ہے، یہ درود در حقیقت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سب سے بڑی تعظیم و توقیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، مگر میرے مصطفیٰ کو سب سے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، مگر میرے رسول کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر لازم قرار دے دیا کہ جب تک تمہارے دم میں دم رہے گا میرے رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا۔ اور یہ حقیقت یہ درود پڑھنا تمہارا ایک دن کے لیے یا ایک ہفتہ یا ایک سال یا ایک مہینے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ جب تک تمہارے دم میں دم رہے گا میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا اور درود و سلام کا تحفہ پیش کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عظیم نعمت ہے اور فیوز و برکات کا سرچشمہ بھی ہے جس سے ہر خوش نصیب مسلمان سیراب ہو سکتا۔ البتہ وہ بد نصیب شخص جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رہی اور جس کے سینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت رہی۔ البتہ حضرات محترم درود پاک، آئیے میں آپ کو بتاؤں درود پاک کیا ہے۔ علماء کرام اور صوفیاء اعظم فرماتے ہیں درود پاک نزول رحمت الہی کا ذریعہ ہے، درود پاک رحمت الہی کا ذریعہ ہے، درود پاک رضا الہی کی ضمانت ہے، درود پاک حب رسول کی دلیل ہے، درود پاک دخول جنت کی بشارت ہے، درود پاک دنیا و آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب فرمایا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محبت کی نہیں جاتی محبت ہوئی جاتی ہے۔ یہ شعلہ خود بھڑکتا ہے، بھڑکایا نہیں جاتا۔ اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو۔ خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو۔ نبی اگر نہیں سنتے صدائیں امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو۔ نبی اگر نہیں سنتے صدائیں امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو۔ میں نعت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے محمد احمد رضا کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں کہ آئیں وہ نعت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سامعین کے سامنے پیش کریں۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک باغ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں خود کیے دیتے بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز
تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا. بہت ہی پیارا شعر سماعت فرمائے. پینے کو تو میں پی لوں بس شرط ذرا سی ہے پینے کو تو میں پی لوں بس شرط ذرا سی ہے پینے کو تو میں پی لوں پینے کو تو میں پی لوں بس شرط ذرا سی ہے پینے کو تو میں پی لوں بس شرط ذرا سی ہے آج میں کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ بے خود کیے دیتے ہیں بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا. السلام علیکم. جانا تجھے چاہنے کی تدبیر نکالی ہے جانا تجھے چاہنے کی تدبیر نکالی ہے ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ اور کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. حضرات میں بہت تیزی کے ساتھ اب میں تقریر کے لیے دعوتی سخن دینا چاہتا ہوں محمد معراج صابری کو. ان کا موضوع ہے دستگیر دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئے وہ اور اپنا موضوع ہم سامعین کے سامنے پیش کریں.
السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين المبين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، میں نے قرآن مجید کی ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سرکار کائنات خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس باہرگام ہے بے انداز عاشقانہ جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھیں اور باواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انسان کے لیے دو طرح کے حقوق کی ادائیگی لازم فرمائی، ان میں سے ایک اللہ تبارک و تعالی کے حقوق یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر احکامات ربانی کی پابندی کرنا، اور دوسرا حقوق جن کی ادائیگی ہمارے لیے ضروری قرار دی گئی ہے وہ حقوق العباد ہے، یعنی حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، بزرگوں کی عزت کرنا، عزیزوں سے شفقت کرنا، یتیموں سے محبت کرنا، مسکینوں اور غریبوں کی امداد کرنا، ہمسایوں کا خیال رکھنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، مخلوق خدا کے ساتھ نیکی کرنا. حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. حضرات محترم، اس حدیث پاک سے یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو گئی کہ حقوق العباد کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس مسلمان اپنے زبان یا اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان بھائی کو ایذا پہنچائی وہ مسلمان نہیں. حضرات محترم، اگر کسی مسلمان کسی مسلمان بھائی کے حق تلفی کرے گا، اس کو ایذا پہنچائے گا، اس کا حق غصب کرے گا، تو جب تک وہ شخص جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ زیادتی کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، بارگاہ خداوندی سے بھی اسے معافی نہیں ملے گی، اس لیے کہ یہ حق العباد ہے. بندہ معاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف کرے گا. حضرات، اگر والدین ناراض ہو جائے تو ہم ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے مکان پر جائیں، اگر رشتہ دار ناراض ہو جائے تو ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے مکان پر جائیں. تو اب آئیے ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اسے ناراض کر لیں تو پھر جب معافی مانگنا چاہیں تو کس کے دروازے پر حاضر ہو؟ وہ تو لا مکہ ہے. تو قرآن کریم میں یہ ارشاد بانی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. اگر وہ اپنے جانوں پر ظلم کر لے تو اے محبوب، وہ آپ کے حضور حاضر ہو جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہے، رسول ان کے شفاعت فرمائے، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ توبہ قبول فرمانے والا مہربان پائے گا. حضرات، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے گناہگار امتیوں سے فرما دے، جب وہ اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کر کے اسے ناراض کر لے، پھر جب معافی مانگنا چاہے تو وہ آپ کے حضور حاضر ہو جائے اور آپ کے دروازے پر حاضر ہو جائے، اس لیے کہ آپ کا دروازہ ہی ہمارا دروازہ ہے. حضرات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر گناہگار میں یہ استطاعت نہیں کہ وہ بارگاہ عالیہ بارگاہ نبی میں حاضر ہو سکے، تو سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، جا
جاؤ کفل مدینہ اے محبوب وہ آپ کے پاس مدینہ منورہ میں حاضر ہو بلکہ مطلق فرمایا جاؤ کا جہاں بھی حضور قلبے کے ساتھ خاتم کی طرف توجہ فرمائے اس لیے کہ ہر مومن کا دل محبوب کبریا کی جلوہ گاہ ہے بظاہر آپ مدینے میں ہے بباطن ہر مومن کے سینے میں ہے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے سنا ہے رہتے ہیں آقا فقط مدینے میں سنا ہے رہتے ہیں آقا فقط مدینے میں غلط ہے رہتے ہیں اور عاشقوں کے سینے میں میں اپنی تقریر کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم Thank you.